دكتورة نهلة، يعني حتى نقرب المسألة إلى حد كبير للمشاهدين، على سبيل المثال بشوف برضو أن في دول بتتنافس في موضوع المأكولات الشعبية. ده صحيح. هل تم الاعتراف مثلا بمأكولات محددة عندنا كمأكولات شعبية أصلها مصري؟ الفكرة أن احنا العناصر اللي قلت لحضرتك عليهم هم الست عناصر اللي سجلوا، عشان كده احنا بنقول انه ده مش الهدف، لانه في الاخر في كاباسيتي، في طاقه للاتفاقيه. احنا مش هتقدر كل سنه لجنه التقييم تعمل 200 عنصر، فقالوا كل دوله تقدم عنصر واحد في العام، ثم لقوا ان ده كتير برضو لان في اقبال. حضرتك احنا 190 دوله موقعين على الاتفاقيه، فقالوا طيب الدوله تقدم سنه ثم صمت سنة وتقدم تاني. فطبعا تراث مصر ده يحتاج بقى إلى مئات السنين علشان نسجله. فالأهم هو التسجيل على المستوى الوطني، أنه يحصل تسجيله هنا. وعشان كده الاتفاقية ما هياش هدفها في النهاية أنه سجلوا ملفات، ولكن صون التراث على المستوى الوطني، أنها تلفت نظر الدول إلى أنه هذا التراث مهم، أنه جزء من الثقافة معتبر زي الآثار وزي الفنون الرسمية. في أيضا فنون شعبية هي معتبرة. المأكولات، المأكولات في دول كتير قوي سجلت على فكرة، ويعني عاملين فيها إنجاز مبهر. طبعا نتمنى أن يكون الملفات القادمة لنا أحد المأكولات، لكن طبعا ما فيش مانع أن احنا في الأرشيف، احنا كان عندنا أرشيف موجود دلوقتي في مصر، ارشيف المأثورات الشعبيه في كان مقره بيت السحيمي، وكان برعايه الدكتور اسعد نديم الله يرحمه والدكتور احمد مرسي. ودلوقتي الدوله بتعتز انها تعمل ارشيف وطني لمصر كبير، يعني وزاره الثقافه بتعتزم شكلت لجنه، لان التراث الثقافي غير المادي هيبقى في ارشيف الناس تحط فيه كل عزيز. طبعا المأكولات جزء مهم جدا من ثقافة الدول كلها على فكرة، بتتسابق أنها تسجل مأكولاتها، وخصوصا مع الانفتاح اللي حاصل في القنوات والاتصال والانترنت، بقت التبادل يعني الثقافي. عندنا مثلا لو حبينا أن احنا نسجل بعض المأكولات المصرية كتراث، طبعا الكشري، الكشري من الحاجات اللي يعني انا نفسي نسجل العربيات، الفول المدمس والفول عموما، لانه من الاطعمه الشعبيه المهمه جدا، اطعمه في الصعيد، انواع الخبز المتنوعه في مصر من اول العيش الشمسي للفايش للبتاو كتيره جدا جدا، يعني التنوع في الخبز كاشف للتنوع الثقافي في مصر. عندنا كم من الاطعمه والاكلات الشعبيه، الكحك في العيد والفته في العيد الكبير، الفسيخ في شم النسيم، عندنا تنوع كبير جدا. اتمنى انه يبقى له ملف مهم في ارشيف مصر، طبعا اهم من انه هو يوصل لليونسكو، لان احنا هننتقي كل سنه عنصر نصعده، لكن تراثنا اكبر من كده بكتير طبعا.